السلام عليكم الاخوان ليزيتيديون جيني سيفيل. اليوم غادي نشوف في هذا الدرس هذا لا بارتي دلو دكاشاج و لي زاديفون في الفورميلاسيون دو بيتون. كيف ما كنعرفو جميع الفورميلاسيون دو بيتون كتكون من السيمون زائد لي زاغريغا جي 1 و جي 2 زائد الصابل زائد لو دكاشاج و سولون لو بوزوان كنزيدو لي زاديفون. فشنو هو لو دكاشاج و شنو هما لي زاديفون؟ ف كيف ما لا ديفينيسيون كتقول لا نيسيسير ا ليدراتاسيون دي سيمون اي فاسيليت اوسي لا ميز اون اوفر دي بيتون او دو مورشي. فالو دكاشاج هو اللي كيساعدنا على ليدراتاسيون دي سيمون, يعني التحول ديال السيمون من ديك لا بوتر لداك لو ليان, وفي نفس الوقت كيساعدنا في لا ميز اون اوفر ديال البيتون او المورشي. غير هو كيقول لك انكزيكسي donc diminue les résistances et la durabilité des bétons. Je n'ose pas le dire. Quel est l'annel de gâchage? Il est zéro plus que le قياس ou qu'un nacre plus que le قياس. Par qui bétonne la résistance du béton, la durabilité du béton. D'accord? Ou d'accord, qui confie une خصائص. فهو ضروري يكون propre ou ما يكونوش فيه مثلا دي ماتيير اورغانيك ولا دي ديشي ولا دي بيس دو بلاستيك ولا اي شوائب كيف ما كان, يعني لو يكون جاي من واحد لو ريسورس اللي ما ملوتش. ثاني حاجه لو دكاشاج ما خاصوش يكون فيه الملح بزاف, فالماء ديال البحر ما كيتستعملش لحقاش ديك الملوحه كتحاول كتاكل لنا داك السيمو ديالنا, وسيرتو الا كان لارماتور. ففي الغالب لو دكاشاج اللي كيستخدم في البيتون كيكون ديما هو لو بوطابل او لا شي ما اللي كيكون كيشابه ليه وفيه الخاصيات ديالو, فهو هذا لو دكاشاج ببساطه. فكنجيو لي زاجيفون. فشنو هما لي زاجيفون؟ قال لك لي زاجيفون سون دو بليس اون بليس يوتيليزي اي موديفيون اون لي زاميليورون لي بروبريتي دي بيتون اي دي مورتي اوكيل ايل سون زاجوت اون فيبل بروبوزيون, يعني غالبا كتكون موان 5% دي بوا سيمو. فانا قال لك ان الزاجيفون ولاو كيتستعملوا في هذا الاخر هذا بزاف, ولي زاجيفون كيساعدونا باش نغيروا بعض الخصائص سواء في البيتون سواء في المورشي اللي عليهم كنزيدوهم ا كونديسيون ان هذوك لي زاجيفون ما كيتزادوش بواحد لا كونتيتي اللي كتكون اكثر من 5% من البوا ديال السيمو. صافي, فشنو كنلقاو في لي زاجيفون؟ لي زاجيفون كنلقاو فيهم كاينين 3 شيب هما اللي معروفين بزاف. هادو الا ما كانش عندك تريتمون, يعني هذيك كتزيدهم على ود الفورميلاسيون دو بيتون, فكنلقاو لو تيب الاول هو لي زاجيفون موديفيون لوفابيليتي دو بيتون, يعني هادو كيبدلوا لنا لوفابيليتي دو بيتون. كيفاش لوفابيليتي دو بيتون؟ هي هذاك التيست الريزلت ديال التيست سلام بالكوندابرام. فواحد البيتون اللي غادي تكولا مثلا فونداسيون فغادي يجي ديريكت مثلا من المالاكسور لا فونداسيون الا كانت فواحد لاوتور قل من 2 متر, ما غنحتاجوش مثلا لي ام بومب ولا ان جي سي بي. باغ كونطخ واحد البيطون اللي غادي تقصو يكون على واحد لا هوتور غادي تخصو لا بومب, فهداك البيطون اللي غادي تخصو لا بومب خاصو يكون بلاسيفيون اكثر من الاخر اللي غيتكولا او نيفو دو فونداسيون, حيت خص يدوز من ديك لا بومب ويوصل لواحد لا هوتور الوغ كو خاصو يكون مانيابل اكثر. فشنو كنلقاو؟ كنلقاو كيكونوا هنايا غير دي بلاسيفيون. كاين هنا لي بلاسيفيون عاديين اتونورونو ايغال او اوغمونتي لا مانيابيليتي دو بيطون. هادو فاش كيتزادو ما كتاثرش حتى على لو دكاشاج, فهمتي؟ وكيتستخدموا في بزاف ديال لي طرافو في جيني سيفيل بيتون مانيفاكتوري لي بيتوناج افيك ان كوفراج غليسون باغ اكزومبل لي شوميني ولا شي ريزيرفوار على واحد لا هوتور ولا شي فوا اللي غادي يكون غليسون فيه الكوفراج. كنجيو عاوتاني كاين النوع الثاني هما لي بلاستيفيون ريديكتور دو, يعني هادو كيزيد لك لامانيابيليتي ديال البيطون ديالك وكيحافظ لك على لا ريزيستونس ميكانيك ديال البيطون ديالك, وفي نفس الوقت كينقص لك لو دكاشاج. يعني اوليو باش غادي دير واحد 80 نيترو ففاش كتستخدم هاد البلاستيفيون هذا كتخدي غير واحد 60 نيترو, حيت هو كيخلي لك داك ديك هذيك لامانيابيليتي ديال البيطون تبقى لك واحد الوقت طول. وكاين النوع الثالث هو لي سوبر بلاستيفيون. فهاد لي سوبر بلاستيفيون باغ اكزومبل ممكن يدارو على واحد البيطون لي بروفوك ان فورت اكخواسمون دو لا مانيابيليتي دي ميلونج رياليزاسيون دي فونداسيون دالاج راديي سول اندستريال غوت, يعني الحاجه اللي كتكون فيها واحد لا كونتيتي كبيره وكتبغي داك البيطون ديالك يبقى غادي في واحد النيفو اوموجين. داكو, فهنا كنلقاو لي زاجيفون موديفيون لوفرابيليتي دو بيطون. وكاين واحد النوع اخر ديال لي زاجيفون
modifions la prise et le durcissement de béton. شنو بغا يقول لك؟ هادو كيأثروا لك على هذيك البداية ديال فاش كيبدا يقصح البيطون ديالو لا بريز فاش كيبدا يتجمع والديرسمون هو فاش كيقصح. فوقتاش كيتستخدموا هادو؟ عندنا زوج، عندنا لي زاكسيليغاتور دو بريز اي ديرسمون وعندنا لي روتارداتور. فالاكسيليغاتور فين كيدار؟ الاكسيليغاتور كيدار كيف ما قال لك في البلايص مثلا اللي فيهم البرد، فكتبغي هذاك البيطون ديالك يعني يتجمع دغيا تحت التاثير ديال هذوك لي كومبوزون فورميلاسيون ديالو، اكثر ما ياثر عليه البرد، اكثر ما يجمعوه، اكثر ما يجمدوا البرد. داكو ولا شي بلاصه اللي فيها مثلا واحد ديكوفراج رابيد، ولا واحد البلاصه اللي داخله وسط واحد الكالوري ولا شي حاجه. المهم اللي كتبغي انت داك البيطون تحطو ولو بلي ماكسيموم يلصق. مثلا البيطون اللي غادي يكون سو بلافون فهداك خاصو تاكسيليرا في لا بريز وفي لا ديريكسيون ديالو. وكاين العكس، هما لي روتارداتور دو بريز. لي روتارداتور يقدو يدارو في بزاف ديال البلايص. مثلا هنايا قال لك il augmente le temps de prise de ciment، يعني كي عطل لك هذاك الوقت تاع الدوبي دو بريز. وقتاش كيدار؟ بيطون بار طون شو، في لو طون شو ما كتبغيش انت البيطون ديالك دغيا ايفابورا ويمشي منه الماء وداك البيطون دغيا تبدا فيه لا بريز. باغ اكزومبل عندك واحد الفونداسيون اللي فيها واحد 500 حتى 600 متر كوب ديال البيطون وغتكوليها في الصيف، فباش غادي تسالي هذيك لا فونداسيون بعد تاخد لك واحد 6 السوايع ولا 8 ديال السوايع. داكو نتايا هذاك البيطون غادي تبغي ديك لا فونداسيون البيطون ديالها كامل يكون اوموجين، يعني الدوبي دو بريز ديالو ما يكون معطل حتى تسالي الكولاج توتال ديال لا فونداسيون، وهذاك البيطون كامل يتسرح في ديك الفونداسيون باش ما يخليلكش مثلا دي سيغريغاسيون ولا شي حاجه، يعني حتى هذاك الكفراج يعمر كامل بيطون عادي يبدا الدوبي دو بريز. داكور. وفي نفس الوقت عاوتاني في لو طونشو اللي ما كتبغيش الماء ينشف دغيا، فشنو شنا هنايا؟ شنا لي زادجيفون موديفيون لوفرابيليتي دو بيطون، هادو كيأثروا على التيست سلامب، فكتلقاه يا تقيل مثلا 5 3 الا كان غير تشكوله مثلا في واحد لادار انكليني، ولا كيوصل حتى ل 18 ولا 20 الا كنتي غادي ديرو بواحد لا بومب على واحد لا هوتور ديال 30 40 متر. هادو لو فابيليتي. عندنا عاوتاني هنايا كيف ما قلنا لا بريز او ديرسمون، يعني كيزربوا لك باش يكرم ولا كيعطلوه لك. وعندنا عاوتاني دوطخ اجيفون كي موديفيون سيغتان بروبريتي دي بيتون، هادو كيدخلوا في لي بروبريتي دي بيتون. بحالاش عندنا تخوا، عندنا لي زونترينور دير يهضروا في جو الماس و لي ريتونتور دو. فمثلا هاد لي زونترينور دير فشنو التاثير ديالهم؟ التاثير ديالهم كيكون على لي ميكروبيل، يعني على دوك لي بيل دير اللي كيكونوا في لو، فهذا هو الدور ديالهم. لي هضروا في جو الماس هما كيمنعوا لك هذاك الامتصاص ديال دوك الشعيرات ديال البيطون، يعني ما كيبداش يمص. فكيدار مثلا الهيدروفيش كيف ما كتشوف هنايا في لي كانو البلايص ديال الدريناج، لي زوفراج هيدروليك بحال لي ريزيرفوار، لي باش دو، لي تونيل، فهمتي؟ يعني ما خاصهمش يبداو يمص هذاك البيطون، ما خاصوش يبدا يمص الماء ا لونغ تيرم. وعندنا الغيتونور دو، الغيتونور دو كيدار في لي زوفراج اللي كيتكولاو تحت الماء، بحال لي فونداسيون اللي كاينين وسط البحر، بحال لي طرافو ماريتيم. داكور. فهو كيساعدوك على ان البيطون ديالك كيتجمع وسط الماء بلا ما ياثر عليه هذاك الماء ديال البحر. فكيف ما كتشوفوا الى اوغمونت لوموجينيتي اي لا ستابيليتي دو ميلونج، واخا هو مكولي تحت البحر فهو سي تان ميلونج غوتاردي او ميلونج اكولي سولو. فكيف ما شفنا لي زاجيفون فيهم ثلاثه ديال لي تيب، ثلاثه ديال غروند فامي، بلا لي زاجيفون ديال لي تريتمون، هادو غير ديال ليتيليزاسيون ديال البيطون ديالك. فانت عندك اون فورميلاسيون دو بيطون وبغيتيها لواحد لوبجيكتيف، فعندك السيمو و الكرافي ديالك و لو دكاشاج ديالك، ولكن الا جمعتيهم بثلاثه راه فريمون عندك ان بيطون، ولكن داك البيطون ما غاديش يحقق لك لوبجيكتيف ديالك، فخاصك تزيد عليه واحد لاجيفون اللي غادي يغير لك واحد الخاصيه من الخصائص. فالا كنتي بغيتي هذاك البيطون تحكم فيه في لا مانيابيليتي و لوفرابيليتي ديالك البيطون، فكتشوف لي بلاستيفيون. كنتي بغيتي تحكم فيه في الاخر في لا بريز وفي لا ديرسومون ديالو، فكتشوف يا لي زاكسيليغاتور يا لي روتارداتور. كنتي كتشوف عاوتاني اللي كي موديفيو سيغتان بروبريتير دو بيطون، فكتشوف هادو لي زونترينور دير، كتشوف لي هيدروفيج، كتشوف لي روتونور دو، وكاينين حتى لي زونتيجيل كيديرو في لو طون فخوا و دوطخ تيب. فنكتفي غير بهاد التلاشة ديال لي كروند فامي في لي زاجيفون، وغنجيو لي برودوي دو كور. هاد لي برودوي دو كور هادو هما
واحد لي برودوي اللي كيداروا للبيطون من بعد ما كتكوليه. الناس اللي كيكوليو البيطون وكيكون عندهم كونتاكت باليد كيعرفوا انه كتكون فيه واحد لا تمبيراتور اللي نقدر نقول لكم ديباسي حتى 60 الفوق ديال البيطون في القلب ديالو. فانت فاش كتكولي هذاك البيطون فإلا بغيتي تاسيري ليه واحد الكولاج وواحد دير ليه واحد الديكوفراج وتاسيري ليه وتحتارم داك الوقت ديالو على ما يتجمع كنعتذر، فخاصك تحافظ على هذاك الفرق ديال لا تمبيراتور بين الداخل ديال البيطون وبره ديال البيطون. علاش؟ حيت الا كان برا بارد فالداخل ديالو غادي يكون بحال غادي نقولوا هذوك لي رياكسيون كيميك ديال السيمو مع الماء، فبحال الا كيكونوا كيبعتوا واحد الحراره، هذيك الحراره كتشق طريقها باش تخرج لبرا. فاذا كان برا بارد فهي اللي كتعطيك دي فيسور. فتخيل انك انت كتكولي بيطون في لانور مزيانه وبطريقه مزيانه وكتحتار الدوزاج ديالك، ولكن فاش كدير الديكوفراج كتلقى هذاك لو بوطو ولا هذيك الفونداسيون عام غادي فيسور. علاش؟ حيت ما دارليهاش الكور، حيت هذاك الفرق ديال الحراره بين لو كور ديال البيطون وبرا في لا سيرفاس خلى انه يتشق باش هذيك لا شالور تخرج، وكيكون كيت ايفابور الماء. فهذيك لا شالور ديال ستيل فكيبدا كيت ايفابور الماء، فاش كيبدا يت ايفابور كيبدا يلقى الطريق ديالو لبرا. فهو ملاش كيكونوا دوك الشقات ومنهم مثلا دي فيسور دو غوتخي، وهاد لي فيزيغ دو خوتخي هما شائعين في هاد المسألة هادي ديال هاد لي رياكسيون كيميك وديال هاد لا تمبيراتور دو، وعندهم علاقة بلي برودوي دو كور. الوغ باش بروتيجي البيطون ديالك فضروري خاصك دير ليه الكور، فهمتي؟ والكور كاينين بزاف ديال لي برودوي، كاين اللي ديرو على نهار، كاين اللي على دو جور، كاين اللي على تخوا جور، كاين اللي على اون سومين، على حساب وقتاش نتا تبغي دير الديكوفراج. نتمنى تكون هاد لابارتي مفهومة مزيان ونبغيكم تعقلوا عليهم لو دغاشاج و لي زاجيفون، و ابخي غادي نشوفو لوطخ ايليمون ديال فورميلاسيون دو بيتون.